صباح الفل، وبلاش تعمل معايا الحركات دي على الصبح. لولا حبيبتي مخدت ايه؟ واحده عايزه اكمل تمرين. مالكش دعوه بمخدتي، اتفضل روح العب في مخدتك. مخدتي تعيش انت. يا سلام وانا مالي؟ يا ماما يا ماما تعالي شوفي ابني. ولا يهمك يا كابتن فادات، ان شاء الله النهارده اول ما نقبض المكافاه نروح نشتري واحد سان باك اللي هو. يا ابني حرام عليك، حرام عليك كل يوم تبوظ مخدات البيت بالشكل ده. معلش يا مصابر، ربنا يخليكي لينا. طب يلا الفطار جاهز. يا ابني ما تقعد وتاكل على مهلك. معلش عشان اتاخرت على الشغل يا ماما. انت هتعملي زي اخوكي ولا ايه؟ هتاكلي وانت واقفه؟ يا دوبك يا امي انا هروح البنك اصرف شيك التعويض بتاع المرحوم بابا والمكافاه بتاعته اللي بقالنا سنتين بنجري وراها. هتتاخري لنادي في المستشفى؟ ربنا يستر ما يبقاش فيها عمليات ولا حالات مستعجله. ادعي لي. مع السلامه. ثانيه يا ليلى، خليني معاك. مع السلامه يا اولاد. سلام يا ماما. لا اله الا الله محمد رسول الله. خلوا بالكم من نفسكم. حاضر يا ماما. سبع سنين عدوا بسرعة، مش كده يا بانجو؟ بانجو؟ ما احنا نسينا اسم بانجو ده، محسوبك شاطر الأرناؤوطي. وبعدين السبع سنين دول كانوا من جتتي يا باشا. على الله تكون اتعظت وتتلم بقى، ولا ناوي تشرفنا هنا تاني؟ توبة يا باشا، توبة، ده مفيش أحسن من استقامة. نفسي أصدقك يا بانجو، بس حطها حلقة في ودنك، لو لعبت ادينك تاني، هجيبك ولو كنت في سبع أرض. وساعتها مش هسيبك الا وانت واخد تأبيدك. وعلى ايه يا باشا؟ ربنا يكفينا شر الحرام. ده الاستقامة مفيش احسن منها. ما اشوفش وشك تاني. مع السلامة. اشتاط يا باشا. شكرا. عفوا يا فندم. بانجو حبيب قلبي. كفرها. ايه ايه افراج ولا زيقوا منك فتحوا لك باب السجن وخرجوه؟ لو غلاوتك يا الله ده انا خارج لحسن السر والسلوك. عليا امال فين الواد نونو؟ كله بيجهز القعده النهارده السهره للصبح وعلى حسابي. ماشي اشطاطه. صباح الخير. ها ازاي الحال النهارده؟ الحمد لله. ما هو البركه في حضرتك يا دكتور. في هي لوحدها يا حاجه؟ وفي حد في المستشفى كلها زي الدكتوره ليلى. هجيبوا الكلام لروحكم. معلش على قلبي زي العسل. لو احتجت اي حاجه ابعتي لي. ها ربنا يحميك لشبابك يا بنتي. ما تدعي لي دعوه انا كمان يا حاجه. الله هو انا مش هتدعوى كمان ولا ايه؟ ليلى ها. على فكره بعد الجواز مفيش مستشفى، مش عايز حد يقاسمني فيكي. على قلبك في البيت والشغل. بحبك. بموت فيك. ايه ده؟ يا خبر ابيض، ده انت تعبان قوي يا دكتور. احنا في الشغل. معلش، حاسبه لما نبقى في البيت. انا جيت. وانا على حر من الجو. بموت. شقتك اللي اتجنن. عارف كل ما باجي الشقه دي بحس ان انا بتوه اول مره. يعني هما كانت 45؟ لا حسيت. عامل الكاس؟ لا لسه. عامله لك مفاجاه تجنن. انا كفايه عليا منك انت، اصلك وحشاني قوي. عارف الاجمل المفاجاه اللي انا عاملها لك ايه؟ انا على قلبك النهارده. على قلبي زي العسل. اليوم ده حلو. حلو الكلام. حلو الكلام. علي النعمة لهم دعية. بانجو يونو بانجو. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. ازيك يا نونو؟ الحمد لله على السلامة يا بانجو.
طب انا بالاسم على فين يا بانجو؟ راجع السجن تاني. ليه هاد؟ السجن انضف من هنا. اقعد يا بانجو وعيش عيشة اهلك. ماشي يا نونو. بصحة المحبة والجدعانة وبانجو اللي بقاله 7 سنين في السجن. تشكر. انت ما عرفتش يا بانجو ان ابويا مات؟ لا يا شيخ ما قاليش. هو مين ما قالكش؟ المرحوم. خد متهزقني يا بانجو. خلاص بقى نونو هتعمل ادراما ليه؟ خلاص انا كلنا هنتكل على الله ولا مؤاخذه ونموت. خد خد مالكش دعوه ليك عليا اجيب لك اب من بورسعيد. اضحك يا مسخره. اصل اللي حاسس فيا الله يرحمه اتكل على الله قبل ما اكمل مشروع الديسكو. خلاص بقى نونو خلاص بقى. على النعمة يا جدع لو وراه ولا قدام حاجة كنت كملته لك. بس انت عارف العين بصيرة والايد قصيرة. ومين قال لك بقى سيفيوم ان العين بصيرة والايد قصيرة؟ قصدك ايه يا بانجو؟ هنكمل الديسكو. تجننت يا جدع؟ بقى الخرابة اللي احنا لفناها دي تنفع تبقى ديسكو؟ ده عايز اتحقلت فلوس. الفلوس جاهزة ما تحملوش هم. بانجو ايه حاطط عينك على حاجه تسرقها ولا هنسرقها معاك؟ واسرق تاني ليه؟ ما اللي سرقته اولاني موجود ويكفي يا ابني. الايه امال يعني ال7 سنين اللي قضيتهم في اللومان استحملتهم ليه؟ طلعت احسن السير والسلوك ليه؟ عشان اتمتع بالقرشين اللي هفتهم. الديسكو هيتعمل، هنعيش، الفلوس هتجري في ايدينا، هنلعب في البانجو، في العملة، في الخمر المضروبة، فيوتا حاجة تجيب لحالية. اشرب يا نونو، اشرب بركبة، في صحة الأيام اللي جاية، في صحة الفلوس. مش بقول لكم مفيش أحسن من الاستقامة. تصبح على خير. إيه يا ليلى؟ طب معلش استني 10 دقايق وأوصلك. إيه هتوصلني بعربيتي؟ معلش يعني أهو أسليكي في السكة. وندردش سوا، وبعدين انا شفت فيلم غرامي انما حلو قوي هحكي له كله. يا نحله لا تقرصيني ولا عاوز عسل منك. طب حته عسل صغيره بس. سيب هنا في الشغل. تصبح على خير. وانت من اهله؟